8000 بيتكوينز بمكب نفايات محلة سنة 2009 حتى ما نصير مثل جيمس. القصة اللي رح خبركن إياها اليوم هي من أكبر الأزمات بتاريخ العملات الرقمية، ومن خلال هالقصة رح تعرفوا قدي المفروض لازم نحمي ممتلكاتنا الرقمية ويكون عنا نسخ احتياطية موثوقة. جيمس هولز هو بريتش كمبيوتر بروغرامر وعامل سابق بمجال تكنولوجيا المعلومات، ودرس كمبيوتينج بعدة جامعات. سنة 2009 بدأ جيمس ماينينج البيتكوينز وقام بجمع حوالي 8000 عملة بيتكوين، يعني تقريبا ما بتوازي دولار. بس من بعد 4 سنين ازدادت قيمة البيتكوينز بشكل كتير كبير. بعام 2013 كانت جيمس عم بينظف غرفته وبالغلط بكب هارد درايف موجود عليه ديجيتال وولت، يعني ما يوازي حوالي 8000 بيتكوينز. كان قصده يرمي الهارد درايف الفارغ، بس لسوء حظه رمى اللي موجود عليه كل عملاته المشفرة عن طريق الخطأ. وين؟ بمكب نفايات محلة قريب من بيته. قرر جيمس يستعيد الهارد درايف يلي كان بوقتها فيه 8000 بيتكوينز، بس السلطات المحلية بمدينة سكنه لجيمس ما سمحت له الدخول لمكب النفايات ليبحث عن عملات البيتكوينز المدفونة على هارد درايف، وحتى كمان رفضت طلبه بالحفر على انه مكلف ومضر للبيئة. كل هالتعقيدات وجيمس بعده صامد وما استسلم، وبعده مصر يلاقي الهارد ديسك. عم تتخيلوا 110,000 طن من النفايات بيناتهم في هارد ديسك عليه 8000 بيتكوينز، فهل معقول يلاقيه؟ حسب تقديراته فرز النفايات رح يستغرق 3 سنين ورح يكلف حوالي 11 مليون دولار. بما انه هو عامل سابق بتكنولوجيا المعلومات، خطط انه يجمع فريق من 8 خبراء متخصصين بمجالات تشمل الفرز من خلال استخدام Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي وشراء 2 Robotics Dogs لتحديد موقع الحفر، إدارة النفايات واستخراج البيانات. هل برأيكم جيمس بعد عنده أمل يفتش عن الهارد ديسك؟ وهل رح يلاقيه؟ وإذا لقيه هل الداتا اللي موجودة عليه رح تبين وتكون صالحة؟ قصة جيمس هولز اللي كب الهارد ديسك بالغلط وفقد ملايين البيتكوينز بتعلمنا درس مهم عن أهمية حماية موجوداتنا واستثماراتنا الرقمية. وقت نتعامل مع العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية لازم نتعلم نحمي معاملاتنا من خلال إجراءات أمان قوية ونسخ احتياطية موثوقة حتى ما نصير مثل جيمس ونواجه الندم اللي حس فيه.